شريط العمر يتعد من جديد قدام عيني. في حاجات يا دوب فاكرها وفي حاجات محفورة فيا وفي حاجات رابطة ما بين عمري اللي عدى واللي آتي. في ما بين الذكريات ورق حرقته انا بإيديا وفي ورق مرمي وقديم بس الورق ده صورة ليا وكل ورقة منه فوق سطورها في حكاية في حياتي. دلوقتي يا أحبائي هكمل معاكم في هذه الحلقة المباركة من حكاية في حياتي أو حكايات في حياتي مع شخص الرب يسوع المسيح. إن الجماعة المسيحيين اللي أنا اتكلمت عنهم قبل كده وكانوا جيران لينا وكنت بكلمهم على إن المسيح ما قتلوه وما صلبوه، لما بعد الرؤية رحت وخبطت عليهم الباب الصبح ولما فتحوا لي الباب بيقولوا لي ايوه صديق في، قلت لهم بس انا مش مش صديق، انا مش مش صديق، انا من النهارده اسمي صادق عبد المسيح بولس. الرب يسوع ظهر لي في رؤيا امبارح، الرب يسوع كلمني امبارح، الرب يسوع اكلني من خبز الحياه امبارح وشربني من ماء الحياه الابديه امبارح ووراني ايده مجروحه ومسخوبه والدم فيها وشربت دم بميه من ايد الرب يسوع المسيح. ابتدوا يستعجبوا وقالوا لي قول لنا ايه اللي حصل معاك بالظبط. فابتديت اكلم الجماعه المسيحيين عن الرؤيه اللي شفتها امبارح وقلت لهم ارجوكم ادوني كتاب مقدس لان انا عايز كتاب مقدس عشان ادرس عن هذا المسيح العظيم اللي جاني في رؤيا امبارح. فقالوا لي احنا ما نقدرش نديلك كتاب مقدس من عندنا لان كتابنا المقدس اللي معانا عليه كاتبين عليه اسماء مواليد ووفيات وما نقدرش نديلك هذا الكتاب لان عليه اسمنا، لكن ممكن نجيب لك كتاب مقدس جديد وانت تدرس منه اللي انت عاوز تدرسه وتتعرف بالمسيح اللي جالك في الرؤيا اللي حكيت لنا عنه. وفعلا بعد 3 ايام جابوا لي كتاب مقدس. اخذت هذا الكتاب المقدس في صدري وفرحان به وروحت به البيت. ولما روحت به البيت زوجتي شافته معايا وهي بتفتح لي الباب وقالت لي ايه الكتاب اللي معاك ده؟ ده كتاب بتاع الجماعه النصارى. قلت لها ايوه فعلا. قالت لي وانت جايب الكتاب ده عندنا ليه؟ الكتاب ده ما يخشش البيت لانك لو سبته في البيت انا همسك الكتاب ده هقطعه وهرميه بره في الشارع. فقلت لها الكتاب ده مش هتقطعيه ومش هترميه. في الإسلام يا حبايبي
وكلكم يا مسلمين يا إخوة يا مسلمين يا رجال ويا نساء عارفين هذا الموضوع، إن الإسلام ممكن الست وهي في الإسلام وهي واقفة في المطبخ بتطبخ الملوخية قبل ما تقل التقلية يتحلف عليها الطلاق تلم الجلابية. ليه؟ لأن كلمة طالق في الإسلام معناها انفصلت حياة الراجل المسلم من زوجته المسلمة، وبالشكل ده بيقع الإسلام في الطلاقات التلاتة ويضطر المسلم أن يجيب محلل لمراته علشان يداوي أو يعالج المشكلة بتاعت الطلاق. قلت لها شوفي لو رميت الكتاب المقدس ده في الشارع أنت عارفة إيه اللي هيحصل. فزوجتي لمت الموضوع وسكتت وسابت الكتاب المقدس في البيت. قعدت أدور في الكتاب المقدس فين حبيبي يسوع اللي شفته امبارح في الرؤيا. قعدت أدور على حبيبي يسوع في العهد القديم مش لاقيه لغاية ما تقابلت معاه في العهد الجديد. وابتديت أدرس الكتاب المقدس في البيت وابتديت أسأل مسيحيين عن أمور وحاجات ما بعرفهاش، وابتدت الناس تعلمني وتدربني على دراسة الكتاب المقدس. وقعدت أكلم زوجتي قلت لها يا زوجتي احنا دلوقتي مش زوج وزوجة لغاية لما تؤمني بالرب يسوع المسيح عن طريق الكتاب المقدس. انا وانتي مش هننفع نكون زوج وزوجة الا اذا درست الكتاب المقدس وامنت بالرب يسوع معايا ونبقى كلنا في كنيسة واحدة جامعة رسولية وتؤمني معايا بالدم وتؤمني معايا بالصليب. زوجتي رفضت كل الرفض انها تؤمن معايا او تدرس الكتاب المقدس او تدور على خلاص نفسها. لما لقيتها كده زوجتي ابتديت اجيب لها بعد ما عملت كذا دراسة في الكتاب المقدس عن حياة الرب يسوع المسيح وعن طهارة الرب يسوع المسيح وعن قداسة الرب يسوع المسيح، وبعد كده جبت لها القرآن وقلت لها يلا بينا نشوف مين الأطهر والأقدس والأحسن والأفضل، الطريق اللي ينور لينا للحياة الأبدية، هل هو في المسيحية أم هل هو في الإسلام؟ وفعلا جبت لها ورقة قسمتها نصين وكتبت في النص الأولاني على اليمين المسيح وعيسى ابن مريم وعلى النص الثاني على الشمال محمد ابن عبد الله، وقلت لها يلا يا زوجتي نعمل مقارنة ما بين الرب يسوع المسيح اللي في الكتاب المقدس وما بين محمد اللي في القرآن. حياته ايه؟ سلوكه ايه؟ طريقه ايه؟ دعوته ايه؟ وابتديت اكتب لها عن ازاي الرب يسوع المسيح حبل بيه من الروح القدس ومن عذراء اسمها مريم، وده أيضا بشهادة القرآن لما قال ونفخنا فيها من روحنا فتمثل لها بشرا سويا. طب محمد أمه حبلت به إزاي؟ قالت لي من مشيئة رجل وامرأة. قلت لها يبقى بالخطية، يعني زي ما قال الكتاب بالخطايا صورت وبالآثام صورت وبالخطايا حبلت بي أمي، يبقى محمد ما أمه حبلت به بسبب تعامل أبوه مع أمه زوجيا وجسديا وجنسيا جه محمد. أما الرب يسوع المسيح فهو كلمة الله وروح منه، زي ما وجود في يوحنا الإصحاح الأول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. طلع الرب يسوع المسيح من الإنجيل ومن القرآن أنه الإله المتجسد الطاهر القدوس، وأما محمد فهو مولود بالخطية وبالأسام قد صور. قلت لها طيب تعالي نشوف أعمال الرب يسوع المسيح إيه من القرآن، حتى القرآن بيقول بيشهد عن المسيح بيقول
انه قال للناس اللي حواليه اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطائر فيصير طائر وانفخ فيه فيصير طائرا. قلت لها هل محمد مره واحده عمل معجزه في حياته محمد؟ قالت لي لا. قلت لها اذا مين الافضل، المسيح اللي عمل معجزات واللي اقام موتى، ولا محمد اللي لم يعمل ولا معجزه ولم يقيم موتى؟ زوجتي قالت لي فعلا المسيح عيسى ابن مريم. سألتها تاني هل المسيح عيسى ابن مريم يا زوجتي اتجوز؟ قالت لي أبدا حاشا، القرآن ما بيقولش عنه انه اتجوز. قلت لها ولكن محمد اتجوز كم واحدة؟ قالت لي 9 نساء، وأيضا اتجوز كثيرين لأنه ونساء كثيرات كانوا يخدمن النبي بأموالهن وأجسادهن. نساء كثيرات كان لما يمشي وظله يقع على واحدة ياخدها، يشوف مرات ابنه زيد بن الحارثة بتستحمى ويشتهيها وياخدها، وما كانش سايب ولا عاتق لمونة ميمونة عيشة خديجة. حتى ان مرة عيشة قالت له انما ارى ان الهك يسارع الى هواك، اله محمد. زوجتي بعد ما عملت لها هذه المقارنة، برضو تمسكت بإسلامها وقالت لي مش ممكن أيضا أبدا أن أسيب الإسلام. أنت كفرت بربنا، أنت ابتديت من قرايتك في الكتاب المقدس ابتديت تسيب الدين الإسلام وأصبحت تؤمن بالمسيح عيسى ابن مريم، أنت اللي مسلم بقالك 27-28 سنة. قلت لها يا هدى مش الموضوع أن أنا مسلم قد إيه، لكن الموضوع اللي أنا فهمته دلوقتي قد إيه، اللي أنا عرفته من قرايتي من الكتاب المقدس قد إيه، من حياتي اللي قضيتها في الإسلام ومع الشريعة والأحاديث والبخاري قد إيه قد إيه. الرؤية الحلوة اللي جاتني من كام يوم ولما صبحت الصبح ولقيتيني مش موجود في البيت لأن خرجت بدري عن العادة، الرؤية اللي عملت فيا تغيير عظيم هي دي اللي خلتني في حكاية جديدة، في طريق جديد، في قوة جديدة، في حياة جديدة، في نعمة جديدة مع شخص الرب يسوع المسيح. زوجتي قالت لي حاشا ليا ان اؤمن بان المسيح هو ابن الله، كفروا الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. وراحت زوجتي سايباني وراحت ماشي. قد ايه قلبي حزن على زوجتي، ولما فكرت في بنتي فاطمه الصغيره اللي عمرها ما كملش سنه، بنتي فاطمه دي هيكون مصيرها ايه؟ هتروح فين بلا مخلص؟ زوجتي هتروح فين بلا اله يفديها؟ مين هيقدر يرحمها ويقدم ليها الخلاص لزوجتي والبيتي والأهلي والعشرتي؟ زي ما قال بولس الرسول أنا حزين من أجل أنسبائي وأقربائي حسب الجسد. ليتهم يكونوا مثلي أو زيي أو أحسن مني في الإيمان بالدم والصليب ما عدا هذه القيود. أخويا المسلم وأختي المسلمة بقول لك من فضلك الرب يسوع اللي أحبك ومات لأجلك على عود الصليب مستعد النهاردة وعنده القدرة النهاردة وعنده القوة النهاردة وعنده الإرادة النهاردة، لأن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. دي إرادة الرب يسوع المسيح. وإلا ما كانش غيرني أنا صديق محمود محمد وجابني من الإسلام إلى المسيحية، لأن هي دي إرادته أنه يجعلنا ملوك وكهنة لله أبيه. شكرا ليك أيها الرب يسوع المسيح يلي فاتح أحضانك للجميع. بيقول الرب يسوع كل من يؤتي إلي، كل من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. تعال لحبيبك يسوع، تعال للمسيح، اقرأ الكتاب المقدس، ابحث عن المسيح في القرآن، اعمل مقارنة روحية وأدبية وإنسانية وجنسية على محمدك على رسولك. شوف الشريعة بتعلمك ايه، شوف الكتاب المقدس بيعلمك ايه.
زي ما أنا حاولت أوصل الرسالة لزوجتي وزوجتي رفضت كل الرفض إنها تسمع لصوت الرب يسوع المسيح. يا سلام، مكتوب كده الآن ساعة خلاص، إن سمعتم صوت الرب فلا تقسي قلوبكم، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. الآن، الآن وقت خلاص، الآن وقت إنك أنت تدور فيه يا مسلم على الشريعة. ما تعملش زي ما مراتي عملت، ما تضلش، ما تقعدش في الضلال، ما تقعدش في الطين الحمقى اللي بتغرب فيه الشمس زي ما قال محمدك. الشمس ما بتغربش في طين حمقى. اسأل عن محمدك، اعمل مقارنة، دور، شوف حياتك الأبدية، شوف دعوة الرب يسوع ليك المسيح اللي بيدعوك وفتح لك الباب، بيقول لك أنا هو الطريق والحق والحياة. ما فيش حياة ليك يا أخويا المسلم بدون دم الرب يسوع المسيح اللي حبك واللي اشتراك واللي بينادي عليك واللي فاتح أحضانه ليك واللي بذل نفسه على عود الصليب لكي يعطيك حياة أبدية. لأن أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. زوجتي ابتدت تشتكيني، راحت اشتكتني لخالها الشيخ إبراهيم الدسوقي في طنطا، وجي خالها الشيخ إبراهيم الدسوقي من طنطا ووجدته في البيت بعد ما جيت من الشغل، ولقيته حاطط طفاية السجاير على الكتاب المقدس اللي عندي اللي في أوضة المكتب على الترابيزة، حاطط فوقيها طفاية السجاير، ولقيت الكتاب المقدس مليان من طفية السجاير اللي وقع عليه وهو بيدخن قبل أنا ما أجي من الشغل. وسحبت الكتاب المقدس من تحت طفاية السجاير، فطفاية السجاير اتقلبت، فالسجاير الطفية بتاعت السجاير خفيفة جدا فطارت على الجبة السوداء بتاعته، قعد ينظف في الجبة وعلى رجليه وشتمني وقام ضربني بالألم على وجهي. وقلت له أشكرك لأنك بتضربني بالألم، لأن نفس الألم ده خد الرب يسوع وهو قبل ما يحطوه على الصليب وهم بيعذبوه وهم بيحكموه، وقال اللي ضربه بالألم إن كنت قد قلت شيء رديا فاضربني، لكن ما كنتش قلت حاجة رديا ليه بتضربني؟ نفس الألم، لكن الآد مختلفة، لكن نفس الألم بتاع حبيبي يسوع. شرفني وباركني وحسيت بنعمة عظيمة أن أنا بأضرب مثل ما انضرب الرب يسوع المسيح بعد ما الشيخ إبراهيم الدسوقي ضربني بالألم على وجهي. وزوجتي واقفة وقال لزوجتي يلا يا هدى لم هدومك ولم حاجتك وتعالي سيبي هذا الكافر من البيت وسيبيه لوحده هنا في البيت مع المسيح اللي بيؤمن بيه ومع الصليب اللي بيؤمن بيه. وفعلا زوجتي لمت هدومها في شنطة وخدت بنتي فاطمة وخرجوا، وخرجت هي مع خالها الشيخ إبراهيم وسابوني في الشقة لوحدي. وبعد ما سابوني في الشقة لوحدي قعدت أراجع عذاب الرب يسوع والطريق اللي قال عليه كل من يريد أن يتبعني يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. أخويا المسلم، أخت المسلمة، أشكركم لاستماعكم لهذه الحلقة، ولينا أيضا بقية لحكاية في الطريق وحكايتي في الطريق، حكايتي مع الله مع شخص الرب يسوع المسيح الذي له كل المجد. آمين. الرب يكون معكم ولنا لقاء آخر بمعونة الله.